الكرة تلعب إذن. محاولة خطيرة هنا، تسديدة، جول، جول ثالث لصالح المنتخب الأسترالي. أستراليا تتقدم بالثلاثة، ثلاثة أهداف إذن. شاهد المرور والتسديدة من اللاعب البديل أنتونيو تيري، اللاعب الذي يتمكن من تسجيل هدف ثالث في هذا اللقاء، والمنتخب الأسترالي يرفع رصيد التهديف إلى سبعة. سبعة أهداف إذن. سبعة أهداف لصالح المنتخب الأسترالي.